نعم. فضيلة الشيخ، إنسان حج واعتمر ونوى العمرة لغيره والحج له، فليكون متمتع هذا؟ إذا اعتمر الإنسان لنفسه وأراد الحج لغيره في سنة واحدة فإنه يعتبر متمتعا، لأن الفاعل واحد جمع بين العمرة والحج. ولكن أسألك، لماذا جعل العمرة له والحج لغيره؟ هل هو متبرع أو قد وكله غيره في الحج؟ أقول لماذا جعل متبرع هو؟ لا بأس، لو لم يكن متبرعا كان المعروف عندنا في عرفنا أن الإنسان إذا وكلك بالحج وأعطاك نفقة المعروف أنه يريد العمرة والحج جميعا. نعم.